خير إن شاء الله فتون. لوين رايحة؟ ما في شي عمتي، بس مليت كتير من قعدة البيت، رايحة لعن جينان. هلأ مزبطة حالك كرمال تشوفي جينان؟ تعي معي لشوفه. ليه تعي عمتي؟ شوفي هلأ كيتي وتعي معي. فوتي لشوف، فوتي. يا الله عمتي، ليش هيك شحطيني مثل الولد الصغير؟ شو عملت أنا؟ تعرفي شو عاملة؟ لا تجذبيه علي. جود، قصدي جود، عاملين لي لقاءات سرية وتطليع وغمزات، وبتروحي على غرفته كمان. عمتي لا عمتي، مين قالك هالحكي هاد؟ ليكي ولي، لا تنكري أحسن ما أضربك. شفتكم بعيوني، ما حدا قال لي. مع إنه حتى لو ما شفتكم، أنا بشم ريحة الحب عن بعد كيلومتر. على مين مفكرة حالك عم تخبيها مجنونة؟ لا، كل القصة ما قصدي خبي شي، بس جود ما عم يصح له يفتح الموضوع مع أخي، ولهيك نحن ما قدرنا نقول قدامكم كلكم. عمتي، علاقتنا جدية وأنا كتير بحبه لجود. لك تضربوا أنتو الجوز. ما بيوافق عليه، مستحيل هالشي. ليش؟ قصدي ليش مستحيل؟ عمتي شو هالحكي؟ ليش لحتى ما يوافق؟ ليكي يا عمتي، أنا والله ما عاد أقدر أتحمل، وإذا جود ما حكى لأخي أنا رح أقله كل القصة وأخلص بقى. وشو حتقولي لأخوكي؟ آه؟ الحارة عم تحترق وأنتي تقولي له عشقانة؟ أصلاً الزلمة في ألف مصيبة براسه. عمتي عالقليلة أنتي لا تعملي هيك، إذا اليوم لا وبكرة لا، عم تمرق السنين وأنا ما بقى أقدر أتحمل أكتر. عم بختنق عمتي، عم خاف إني أخسره، كانوا رح يقتلوا جود ويموت من كم يوم. أنا ما بدي أخسره عمتي، مستحيل أعيش من دونه. خلينا نقول له ومنخلص ومنتزوج، هيك أحسن. وإذا تزوجتي بتروح مخاوفك يعني؟ آه؟ هدول هيك كل حياتهم، مين بيعرف شو مخبالهم؟ مو الزواج اللي لازم تفكري فيه هلأ. انتي المفروض تفكري إذا رح تقدر تعيشي حياتك مع هالخوف ولا لأ. فكري منيح يا بنت.